مصر المحترمين الفنان المحترم هاني شاكر، بنحييه من خلال البرنامج يا عزة. بنحيي المطرب الكبير هاني شاكر. طب ايه رايك هاني شاكر من الاصوات الجميله قوي يا عزة، وكمان عندك ام كلثوم الاصوات الحلوه، احنا معانا نجم بقى في اداء ام كلثوم، تيجي نسمع حاجه لام كلثوم؟ نسمع بقى حاجه لام كلثوم. يلا ماشي يلا نسمع. الله 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 لا 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 اجمل كلا معايا أجمل حكاية من عمري كله فيك حلها سيدة وردة، يعني دول أعمال كبار، يعني إحنا ما نجيش لهم حاجة، يعني إحنا بنتعلم منهم يعني.